اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيف تمام. جاتكم مقطع تاع حبايبي الكرام. مقطعنا اليوم حبايبي مثل ما انتم شايفين راح نحاول نجيب سكن الحاضنه، راح نشوف الحاضنه. اوكي، راح نشوف مع بعض حبايبي الكرام. وبنفس الوقت حبايبي الكرام راح افرجيكم اخر مقطع تسريبات للويبن رويال، راح ينزل كمان شيء جديد حبايبي الكرام بعد 5 ايام. اوكي، راح ينزل شيء جديد، راح افرجيكم اياه باخر المقطع حبايبي، بتسريبات لحاله واحداث جديده راح تنزل احبائي الكرام في تسريبات. قبل ما نبدا هذا المقطع احبائي الكرام، خلينا نوصل المقطع 10,000 لايك احبائي الكرام، ولا تنسوا تصلوا على النبي حبايبي، ويلا نبلش بالمقطع احبائي. اوكي يا حلوين، مثل ما انتم شايفين معي السكنات الحاضنه. خلينا ندخل نشوف احبائي. طبعا هذا السكين عن جد حلو، عجبني اكثر سكين عجبني شباب بالصراحه بالحاضنه هو هذا السكين. اوكي يا حلوين، وعندنا بالنسبه لسكنات البنات عن جد كمان حلوين ما يشبههم شيء. هذا الاصفر كمان حلو، الاصفر هذا كمان حلو عن جد حلو كمان حلو. سكنات البنات كمان بنات حلوين كمان، وطبعا يعني كلهم يعني صراحة حلوين كتير. بس ولكن حبايبي انا هدفي اني اجيب هذا السكين حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين. خلونا نشوف هون، عجد السكين حلو بيستاهل. اوكي، راح احاول اجيب هذا السكين. خلونا نشوف، عندي 15 حجر مثل ما انتم شايفين فوق شباب. وبالنسبة لحاضن الاسكار، عندي الاسكار يعني عندي 4 اقنعة بس، ولكن يعني على الفاضي اذا اجيبهم ما يعني ما راح استعملهم ابدا. اوكي، خلينا نشوف، خلينا نشوف احبائي. اوكي، نسيت شي. نسيت شي شباب، نسيت انه كان عندي 9 من الحاضن القديمة، تذكرون؟ خلينا نجيبهم. اوه خلاص، كم يلزم؟ هذا يلزم 2. اولي كتير جميل. خلينا نجيب واحد قناع. حلو، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حلو حلو، هاي اول قناع. هنجيب قناع تاني شباب. نايس. اوبا، حلو كتير حلو. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يعني كتير حلو، اجمل سكين صراحة يعني. حلو عن جد حلو. اوكي عن جد حلو. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جو. اولي، حلو حلو، جميل 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 جدا. خلينا ندخل نشوفه بالساحة. صوت الصوم عن جد حلو، عن جد حلو. خلينا ندخل ثواني نشوف شباب، خلينا ندخل هون ثواني بس نطلع نركب له هيك شي قناع، شي شغلة، شي عمل هيك نركب له شي قناع. برايكم شو يطلع عليه حلو يا حلوين؟ شو يطلع حلو؟ هيك مشي حاله، هيك وضعه لوس، هيك كتير حلو. حلو 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 حلو. طبعا حبايبي صراحة انا بدي اجيب فقط يعني هذا فقط السكين اللي عجبني. طبعا عندي 90 ورقة مثل ما انتم شايفين، ويعني عن جد بدي فقط هذا السكين اللي عجبني فيهم. وبنفس الوقت كان عندي يعني بطاقات من قبل مثل ما انتم شايفين، وهذا هو. طبعا شباب بالنسبة للتسريبات حبايبي الكرام، بعد ال 14 يوم ممكن ينزل سكنات للشوت جان الطويل، يمكن ينزل سكنات للشوت جان الطويل شباب. مره نزلت تسريب على الصفحه، لا تنسوا تروحوا تشوفوا يا حلوين. اوكي، طبعا هون بالنسبه للسكار يعني عندي 4 قناع، ما يعني صراحه يعني ما راح اكون يعني طماع ولا شيء، لهيك ما راح اجيب ولا واحد فيهم. طبعا شباب هذا بحسابي الثاني، هذا عليكم. اوكي، هذا حسابي الثاني. يعني اذا بدي اجيبهم على الفاضي لهيك رح نترك الاحجار، رح نشوف شو رح ينزل بالحاضنه الجاي ونشوف افضل. اوكي، طبعا مثل ما قلت لكم رح ينزل هون التسريبات، هون رح انزل اخر مقطع رح تشوفوا، وهون كمان على مكان هذا رح تشوفوا كمان تسريبات. اوكي، طبعا خلينا بالنسبه للسكين خلينا ندخل نشوفوا من عن قرب، ندخل محل التدريبات. اوكي، خلينا نشوف، يلا ليتس جو.
اولي عن جد يعني حلو، عن جد يعني ما اشبه شيء. حلو 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 صراحة، حلو 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 حلو. تمام 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 عن جد. خلينا نروح ندخل المكان ال ال السوسيال، كان ال ال ماشي. لا ما اشبه شيء عن جد يعني ما اشبه شيء. السكين حلو حلو كثير حلو. طبعا نزلت لكم تسريبات شباب لهذا اللي راح ينزل، هالسكنات نعرفه من قبل. هذا هو حلو كثير. اوكي خلينا نطلع. اوكي حبايبي هلا رح نروح نشوف التسريبات مع بعض. خلينا نروح نشوفهم. اهلين يا حلوين، هلا. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين بهذا السلاح اللي راح ينزل جديد اللي هو الوار اكاديمي، سلاح البي 90 اللي راح ينزل جديد احبائي الكرام. مثل ما انتم شايفين هذا هو شكله. طبعا راح ينزل في الوابن رويال عن قريب يا حبايبي في سيرفر مينا مثل ما انتم شايفين. اوكي خلينا نشوف الخاصيات اللي موجوده فيه. عندنا هون الدمج، موجود فيه الدمج احبائي الكرام، وموجود فيه المدى، ولكن راح ينزلوا في الكرتوش احبائي الكرام. مثل ما انتم شايفين راح يكون فيه دمج ومدى وراح ينزلوا في الكرتوش احبائي. خلينا نروح على ال راح تنزل كمان حاضنة خاصة لل للمرافق احبائي مثل ما انتم شايفين هون. فالكو الجميل طبعا راح ينزل فالكو بحاضنة على سحوبات والى اخره مع رقصات المرافق والاشياء مثل ما انتم شايفين. وراح ينزل منه السكين لحاله مثل ما انتم شايفين احبائي. اوكي احبائي، وكمان بنفس الوقت مثل ما انتم شايفين راح ينزل تقريبا هذا المتجر على هذا الشكل احبائي. مثل ما انتم شايفين راح ينزل السكين اللي هذا هو هذا السكين اللي موجود عندنا على اليمين احبائي. وراح ينزل كثير من الاحداث اللي راح تنزل عن قريب احبائي مثل ما انتم شايفين. هندخل مع بعض ونفرج نشوفكم. طبعا هون في هذا الحدث في عندك تختار ثلاث ابواب، والابواب بيعطيك حسومات. طبعا هون بتقدر نبدل الاسلحه والسكنات وكل هالشيء مثل ما انتم شايفين. كل رف موجود فيه اشياء. اوكي طبعا عندي الحسوم هنا مثلا 82%. اوكي بنقدر نشتري منهم السكنات واللبسه هي طبعا قديمه كثير، ان شاء الله تنزل عن قريب وراح ينزل اللبسه الرئيسيه راح تكون هي. اوكي يا حلوين هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم احبائي الكرام، ان شاء الله عجبكم حبايبي. بالنسبه للناس عم تسال عليكم، اتمنى تعمل تعملوا بث مباشر. بالنسبه للناس الداخله الجديده اهلا وسهلا بكم احبائي بالقناه. حبايبي انا بعمل بثوث مباشر على الفيسبوك تقريبا يوميا احبائي الكرام. بنعمل بثوث مباشره، رومات، ضحك، تحشيش، جلد، كل شيء حبايبي. وطبعا مسابقات. اوكي احبائي الكرام، بتطلب منك حبيبي انك تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، اللي مش مفعل يفعله احبائي، ولا تحرمونا باللايكات والشيرات وتشاركوا المقطع مع اصدقائي واحبائي. يا حلوين شيء ثاني احب اقول لكم اياه اللي هو الانستغرام احبائي. هذا هو رابط الانستغرام شباب، راح احط لكم اياه الان على الشاشه مثل ما انتم شايفين موجود هو، وراح احط لكم اياه بالوصف كمان تحت يا حبايبي. اللي مش مشترك يروح يشترك شباب. راح ننزل ان شاء الله مسابقات عن قريب شباب، راح تنزل اليوم ان شاء الله راح ننزل مسابقه حبايبي توب اب. وشي ثاني حبايبي، في قناتين، انا عندي قناتين حبايبي اللي داخلين جديد، راح احط لكم رابط الوصف القناه الاولى شباب بالوصف حبايبي. وان شاء الله يعجبكم محتوانا حبايبي الكرام، ونشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد حبايبي. وانا بالقناه الاولى شباب عملت فعاليه افكار متابعين، راح نشوف هون كمان، راح نختار كمان فكره من فكر المتابعين منكم المشاهدين، حطوها بالتعليقات حبايبي، وان شاء الله راح اختار فكره من يعني تحديات او شو من كان، نختار فكره حلوه وتكون يعني نقدر نعملها طبعا. ونشوف مع بعض حبايبي، ان شاء الله عجبكم المقطع، ونشوفكم مقطع جديد. سلامات، تشاو.